الصحي عمل الحديث بنوبلي 15 مجمل 1989 في مدينة العربية. المصدر في الثقافة الإسبانية والتواصل تولى مهمة هذه التجزئة في حين إمداد. وقد عين خلفا للسيد محمد الرئيسي الذي عين أيضا ملحق إداري في مدينة فاس، حيث نستقدم له الشكر الجزيل على المجهودات والخدمات التي قدمها لساكنة هذه القيادة بكل تفاني وإخلاص.